في شأن الصحراوية، أعلنت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة أنها رصدت سفينة جديدة محملة بأكثر من 60,000 طن من الفوسفات الصحراوي المنهوب من منجم بقراع جنوب شرق مدينة العيون المحتلة متجهة غربا عبر قناة بنما، كما هو معتمد من غالبية السفن التي تنخرط مع الاحتلال المغربي في عمليات نهب الفوسفات الصحراوية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي باعتبار الصحراء الغربية إقليما غير مستقل ذاتيا، ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ودعت الجمعية المتضامنين مع القضية الصحراوية العادلة إلى تسليط الضوء على عمليات نهب ثروات الشعب الصحراوي، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الاحتلال المغربي.